السلام عليكم، محمود مراد من منظمة محار. نحن اليوم بمنظمة محار عم نقوم بتعاليم كرة القدم للأشخاص ذوي الهمم المهتمين بهي الرياضة واللي تعرضوا لإصابات حرب، من أجل دمجهم بالمجتمع بحيث يحسوا حالهم إنه هم قادرين على ممارسة الرياضة هاي بشكل يعني إيجابي جدا. السلام عليكم، انا محمد الحموي، اصل من الشام وعايش هلا حاليا مقيم بشمال ادلب، واكلت حادث وتصابت هون واخترنا هاي كره القدم مهنتنا وروح رياضيه. الواحد بيحرك حاله والحمد لله، عشان ما يصير في عنده مقت، ما يصير في عنده، والحمد لله يعني روح رياضيه موجوده والايمان بالله موجود، وقدر الله ما شاء فعل. يعني هذا نصيبنا انه ناكل حادث تروح رجلنا، بس كمان احنا بدنا نتعايش مع هالوضع.